من آداب الدعاء له يعني بداية وله نهاية، يعني أوله يبدأ بتحميد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باب الرحمة، فينبغي أن نصلي عليه حتى تناله رحمة الله، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، هذا هو الدعاء. وأما أن يدعو بمجرد مد اليدين فهذا فيه قصور. نعم، هذا من أداب الدعاء عدم الاستعجال، عدم الاستعجال، لكن خلق الإنسان من عجل لا بد من الاستعجال، ولكن الاستعجال نوع خاص، وهو أن يقول دعوت فلم أرى له أثرا فلم يستجب لي، هذا هو استعجال بهذا اللفظ أو نحو ذلك، فهذا هو يمحوه. هذا كما عندك أداة تسجيل، سجلت 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 ثم في زر إذا ضغطت عليها كله راح عليك، كل الدعوات راحت عليك، هكذا هو. هذا هو الاستعجال. أما الاستعجال والرغبة في الله والرغبة والطمع في رحمة الله وفي إجابته فهذا ليس استعجالا مانعا من القبول. نعم.